وللحديث اكثر عن سوق الاسهم السعوديه انضم الينا عبر الهاتف من جده المستشار المالي محمد بن فريحان. اهلا بك استاذ محمد. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، صباح عليك وعلى جميع الاخوه المشاهدين. نعم صباح النور. بداية أنا أود أسألك، كيف قرأت اليوم أداء سوق الأسهم السعودي بعد 5 جلسات شهدناها من الأداء الإيجابي؟ سجل تراجعات بنسبة من نهاية الأسبوع الماضي بتقريبا 20 نقطة المئوية. شهدنا اليوم في ظل إعلان الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودي للاتصالات وسهم شركة سابك، إلا أن المؤشر ما زال على تباين واضح، وكذلك نسبة التراجعات الكبيرة كانت بالنسبة على سهم شركة سابك وصلت إلى 2.16%. قراءتك أول لأداء المؤشر وكذلك ثاني بالنسبة عن أرباح شركة سابك؟ يعني نستطيع نقول انه السوق يمكن من فترة يمكن سابقة من يوم ما بدأ في عمليات التماسك فوق مستويات 6700 وسوى عملية تشكيل لدعم جيد لهذه المناطق، استطعنا نقول انه بإذن الله تعالى بس مجرد اختراق حاجز 7200 7300، اتوقع بإذن الله تعالى انه حيكون عندنا استمرار لموجة صاعدة تمتد فينا بإذن الله تعالى الى فوق مستوى 7500 نمتد فيها ل 7800. نقدر نقول انه جميع الوضع العام يمكن الاقتصادي لدينا في السعوديه تعتبر الحمد لله جالسين نشوف اعلانات جيده حتى في الميزانيه، في ايضا اليه الميزانيه، هذه كلها العكس على المؤشر خلال نهايه 2017. الان احنا جالسين نشوف اعلانات النتائج للشركات، في تباين طبعا في الاعلانات، بعضها كان في تحسن يمكن راينا بعض قطاع البتروكيميكال كان عندها في نوع من التحسن الإيجابي، حتى هذه الآن ننتظر فقط اكتمال جميع الشركات وخاصة القيادية كاملة، نتكلم حتى عن قطاع البنوك مهم جدا، ولكن متوقع بإذن الله تعالى أنها كلها تكون داعمة للمؤشر العام، وإن شاء الله إحنا في حتى هذه اللحظة تعتبر منطقة إيجابية. حتى الآن حتى التداولات للقيم السيولة لا زالت حتى الآن إيجابية، في دخول سيولة جيدة خلال يمكن الجلسات الماضية، حتى هذه اللحظة نقول نطمن بإذن الله تعالى. نعم كذلك أبقى معك بالنسبة في السيولة، السيولة شهدنا تراجع بالنسبة فيها في قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي كانت ب 18%، وصلت إلى 14 مليار 600 مليون ريال. توقعاتك بالنسبة لأداء السيولة خلال هنقول الربع الأول من العام 2018؟ حتى الآن إحنا نستطيع نقول إن إحنا فوق المتوسط اليومي، يمكن لنا الآن أكثر من 2 أو 3 سنوات إحنا في متوسطات فوق 3 مليار 3.5 مليار. حتى هذه اللحظة تداولاتنا تعتبر فوق هذا المتوسط، تعتبر جيدة في استقرار. هذه يعني يجب ان احنا نفهم ان هذه الان حاليا هي سيولة السوق. في بعض الامور اللي ممكن تغير شوية في مسألة السيولة، انه خاصة الاعلانات مثل اعلان طرح ارامكو، هذا الشيء ممكن يسوي نوع من حركة السيولة تبدا في عملية الشح، محاولة انها تتوفر للاكتتاب، لكن الاكتتاب اللي مطمن الان انه هو في النصف الثاني من العام الحالي، فذلك أتوقع خلال هذا النصف المتبقي معانا الأول بإذن الله تعالى أنا شايف أن السيولة راح تكون جيدة، وفي مضاربات حتى على كثير من الشركات اللي راح نشوفها. لاحظنا يمكن أكثر من كذا شركة من الشركات الأسهم كثيرة نتكلم عنها حصلت عليها تداولات كبيرة جدا، هذا الشيء أعطى نوع من النشاط في تداولات السيولة، متوقع استمرار بإذن الله تعالى نفس هذه التداولات هذا النشاط خلال بإذن الله تعالى النصف الأول من 2018. نعم كذلك دعني أبقى معك بالنسبة في نتائج الشركات وأنتقل معك للقطاع الاتصالات. قراءتك بالنسبة لإعلان شركة الاتصالات السعودية واللي كان هناك ارتفاع في الأرباح بأكثر من 14% خلال العام 2017، تأثير بالنسبة إعلان نتائج على أداء السهم وكذلك بالنسبة على أداء القطاع، خاصة وشهدنا الإعلان الأسبوع الماضي إعلان شركة زين واللي كان ربما هي الأول لشركة تحقق ربحية منذ دخولها لسوق الأسهم السعودي؟ قطاع الاتصالات يمكن هو من القطاعات الحيوية اللي يعني أقل مخاطرة من بقية القطاعات، خاصة أن هذا القطاع يعني ما في بإذن الله تعالى يتأثر بأي تأثرات، نقول مثلا اقتصادية، تأثرات مثلا سياسية، تأثرات طبيعية، بالعكس هذا القطاع في أي بلد حتى يعتبر من القطاعات الحيوية واللي بإذن الله تعالى مستمر في مسألة النمو فيه، خاصة أنه نتكلم هنا السعودية يمكن سوق كبير جدا، ومع ذلك حتى الآن تعتبر شركات نتكلم عن 3 شركات أو 4 شركات يمكن خاصة في قطاع الجوال أكثر حاجة، فحتى هذه اللحظة الإعلان سواء زين سواء موبايل سواء اتصالات متوقع أنه يكون هناك في عملية النمو، وخاصة نعم. في تنافس الآن حصل وهيئة الاتصالات تقنية المعلومات بدأت نوع من التقنين لهذه الشركات محاولة أنه نعم محمد بن فريحان بشكل متناسق فيما بينها. نعم وصلت الفكرة، ارتفاع الأرباح اللي حصلت الآن في الاتصالات السعودية وزين
هذه كانت متوقعة، ومتوقع أيضا بإذن الله تعالى حتى في موبايلنا بدأت تتحسن من العام الماضي، وهذا المتوقع بإذن الله تعالى نشوف إعلانات جيدة. نعم محمد بن فريحان المستشار المالي كنت معي من جدة، شكرا جزيلا لك.